مساء الخير عليكم جميعا. في الفيديو ده هعرض لكم بعض الاكتتابات اللي كانت قبل كده وايه الارباح اللي اتحققت منها، علشان جالي اكتر من تعليق مستفز ودي اخر مرة هرد فيها عليكم. كفاية الثلاث فيديوهات اللي فاتوا، وكفاية دلوقتي برضو هرد عليكم بايه الاكتتابات وايه الاسعار اللي وصلت لها. نشوف مع بعض التعليقات المستفزة جدا. هو دخل في الأول سألني على البي واي آر ماركت كاب كام يا معلم، وبعدين طيب كلام منطقي ولكن ناقص تدينا عملات، كل ده على طول يعني بعدها بخمس دقايق. وبعدين بقى الاكتتابات حرام شرعا يا حبيبي. دخل برضو من حساب تاني بنفس الاسم نفس التعليق، وبعدين أم قايل بقى أي كلام، لو أنت محقق أرباح على الأقل كنت عملت خلفية متوسطة للقناة، ومدخل نفسه في تفاصيل مش مثلا يجي يرد علينا أو يحججنا بالأدلة، لا هجوم أي كلام. أنا أولا ما أقدرش أحلل ولا أحرم، ما أعرفش، بس إيه اللي فيها حرام؟ أنت عارف يعني اكتتاب؟ هو أنت لما بتدخل تفتح لك مطعم ولا كافيه انت عارف من البداية هل المطعم ده هينجح معاك وهيعمل لك ارباح ولا هيخسر وهتقفله؟ يعني ببساطة. وبرضو انا مليش دعوة بالحرمانية او الحلال، ما اقدرش افتيك في حاجة زي كده، بس ده اعتقادي الشخصي. اللي هنتكلم بقى في تحريمه الفيوتشر والكلام ده، وانا مليش علاقة بالكلام ده ابدا ولا عمري دخلت في الفيوتشر اصلا. وزي ما احنا شايفين باقي التعليقات من أشخاص مختلفة، أغلبها سب وتهجم، وده آخر رد هرده عليك أنت وأمثالك، لأن أنت بعد اللي هتشوفه لو لسه هتقولي مش عارف إيه يبقى أنت مش عارف أقول عليك إيه. وبرضو السخرية بالله، يعني عايزنا بقى نقولك قولنا على اكتتاب نعمل منه أضعاف ومش عارف إيه؟ يعني كل التعليقات تهجم، مفيش ردود، كلها تهجم وسب وشتم. لكن رب ضارة نافعة، بالمرة تعرفوا ايه المنصات اللي دايما بينزل عليها اكتتابات وتبتدوا تسجلوا عليها، ولو محتاجة توثيق توثق حسابك علشان تكون مستعد. وبعد الفيديو ده اي تعليق بعد كده هلاقي فيه تطاول او سخرية وخلاص هعمل لك هايد من القناة، هتعلق مش هنشوف تعليقاتك ولا عايزين نسمع كلامك ولا نسمع رأيك، خلاص روح بعملاتك وابعد عننا يا سيدي. برضو للتوضيح، أنا كل أصحاب قنوات اليوتيوب التانية بحترمهم وبتابعهم وبتعلم منهم وبكن ليهم كل الاحترام، فما تبقاش انت مثلا من جمهور قناة تانية، لا أنا مشترك في كل القنوات التانية وبتابعهم وكلهم على راسي مفيش مشكلة، بس ده ما يمنعش ان لما يكون عندي وجهة نظر اطلع اقولها، وكل واحد حر. راجل مش مقتنع بالاكتتابات ولا شايف انها مربحة، والاحسن تخزين وتحليل التشارت ويشوف المناطق اللي يدخل فيها براحته. واحيانا انا بتعلم منه في حاجات لان انا مش خبير في كل حاجة. فبرضو للتوضيح عشان ما تفتكرش ان انا داخل مثلا اهاجم ناس محددة او لا، في حاجة أنا شفتها وجربتها وهي دي اللي عملت منها أرباح، وهي دي اللي خلتني أشم نفسي في السوق. معرفتش طعم الأرباح غير لما ابتديت أدخل في الاكتتابات، مش جاي أجرب عليك حاجة. طيب دي يا جماعة أول منصة معانا اسمها كوين ليست، بتحتاج إنك توثق حسابك، سجل زي ما بتسجل في أي منصة باينانس أو غيرها، وثق حسابك لأن التوثيق ممكن ياخد معاك فترة على حسب الضغط اللي عنده، وخليك جاهز لأي اكتتاب يتم الإعلان عنه. برضو للناس اللي بتسألني في التعليقات أو بيقعدوا يكتبوا في التليجرام قولنا على اكتتاب، يا جماعة أول لما بينزل أي اكتتاب جديد قوي بنعلن عنه، بنعمل عنه فيديو، طريقة المشاركة وكل حاجة، مشروع العملة، كل التفاصيل. لكن مش أنا اللي بعمل الاكتتابات، فأنا كل يوم أو كل أسبوع هعمل اكتتاب، مش أنا اللي بتحكم في الموضوع ده، على حسب السوق والاكتتابات المتاحة بنعمل فيديو إن شاء الله. السولانا كان أول اكتتاب هنا، وزي ما أنت شايف 22 سنت عملة سيلو،
دولار. عملة NU Cypher ده ما كانش اكتتاب، ده ستيك، ما هي برضو تعتبر منصة وعليها تداول كل حاجة، لكن هي أفضل حاجة عليها هي الاكتتابات فقط. بعد كده كان عندنا عملة فلو كانت ب38 سنت. كل الاكتتابات اللي فاتت دي كانت بنظام مزادات، فهو ده آخر سعر وصلت له 38 سنت. كذلك في السولانة آخر سعر وصلت له في المزاد كان 22 سنت. من بعد الاكتتاب ده ابتدى النظام يتغير، بقى بينزل الاكتتاب بسعر واضح ثابت. الاكتتابات كتير قوي، مش هقعد ادخل على كل صفحة علشان اشوف السعر، لكن كل العملات دي فات عليها بول ران واكيد كلنا عارفينها، وكلها كانت بارخص الاسعار. كاسبر عملت ياما ارباح، والرالي والمينا والكلوفر والكوفيلانت والانفينيتي وغيرها، كل ده عمل أرباح. الكريدو، الإيميتابل إكس أهي من أقوى العملات اللي في البولران اللي فات، هنا منطلقة من هنا، دي أنا فاكرها، دي كان سعرها 10 سنت. نكمل. برين تراست، جادز أنتشيند، بيكونومي، جيلد أوف جارديانز، أومي، بيستيك، أجوريك، نيم، جالاكسي، منطلقة من هنا، أكسلر، تريبل، وندو، سايبر كونكت، نيون، أركوي. دي يا جماعة صفحة اكتتاب سايبر كونكت على الكوين ليست. أنا مركز بقى على العملة دي عشان هي كانت لسه نازلة. تعالوا نشوف سعر الاكتتاب وبالدليل قدامك من على صفحة الاكتتاب. سعر الاكتتاب $1.80. ادي السايبر كونكت، وأغلب الاكتتابات بتعمل أرباح زي كده في البير ماركت. انا اصلا مش مستني البول ران، انا بعمل ارباحي في البير ماركت، فانا مش عايزك لا انت ولا البول ران بتاعك ولا العملات. يا رب يا سيدي العملات اللي معاك تحقق اعلى قمم وتخترق القمم السابقه، ولا هتفرق معايا. انا بعمل الارباح في البير ماركت، وفي البول ران بيبقى ارباح الارباح الارباح اكتر من اللي انت بتعملها لي من التداول والعملات اللي انت شغال عليها. عارفين انتوا يا اصحاب التعليقات الهجومية والسب والشتايم ياللي ما عندكوش حجة ولا بتعرفوا تردوا فبتدوا اي كلام، انتوا من الناس اللي الواحد قاعد يقول لها تعالى ده في كتاب اسمه سايبر كونكت ومشروع قوي وبسعرها $1.80. لا لا لا، انت عايزنا نخش في اكتتابات؟ عارف انت وامثالك دخلت في القمة، انا واثق انك لما نزلت السايبر كونكت دخلت هنا في $14 وقعد تعيط وتقول يا ترى هي العملة هتصعد امتى. هو ده اللي انا عمال اقوله لك. انا بقى مش فارقة معايا، انا الراجل اشتريتها $1.80. الكلام صعب عليك بس انت تستاهل، لانك شخص هجومي سباب شتام لا تريد ان تسمع الكلام. اذهب انت وعملاتك الى الجحيم، اذهب انت والبول رن، لا اريده ولا انتظره. وان شاء الله انا وكل متابعيني سنصبح هكذا، لن يفرق معنا لا بول رن ولا بير ماركت، لا يفرق معنا ولا نريده ولا نسمع عنه. جاي خير وبركة، رح نعمل ارباح اكتر واكتر، ما جاش احنا ما زلنا بنعمل ارباح. وكان لسه في اكتتاب، اخر اكتتاب نسيت اذكره، كان اسمه تشين فليب. خلصنا من الكوين ليست، نيجي لباينانس. تعال شوف اهو كل اكتتاب من دول كام اكس. فيو مور، نشوف. طبعا مش عايز اقولك يعني اي اكتتاب طبعا هينزل على باينانس، اتفرج. ادي العملات القوية اللي عملت الارباح الضخمة في البول ران، اهي ما كانت الا اكتتابات. الروند، هارموني، ماتيك، سيلار، فيتش اي اي، والقائمة تطول. هذه منصة واحدة بس. تعالى المنصة تالتة لا مركزية اسمها الداو ميكر. تعالى نشوف. ادي الداو ميكر، عملة هي كان اسمها جيمي فاي. شايف سعر الاكتتاب كان كم؟ دولار اهو. ادي الجيمي فاي اهي، الاول تايم هاي $351، بل ازيدك من الشعر بيت، الاول تايم لو لسه ما وصلش لسعر الاكتتاب بعد كل السنين دي. هل هي جات عملت بامب كده مثلا في يوم وخلاص؟ لا، اهي شغالة، اهي من شهر 10 وفي 11 كملت في 11.
بعد كل اللي أنا وريته لك والتلات فيديوهات اللي فاتوا، لو واحد فيكو كتب أي تعليق تهجم أو سخرية ومردش علينا بحجة ودليل، لا نريد أن نراك في القناة، اذهب أنت وعملاتك إلى الجحيم وبول رنك، لا نريدكم. بس كده، أنت مزعل نفسك ليه؟ أنت مالك أنت الناس تدخل في اكتتابات ولا لا؟ ولا أنت عشان خسران فعايز الناس كلها تدخل تشاركك في الخسارة؟ ما أنا كمان كنت خسران، أنا مش عايز أشمت فيك، لكن أنا بحاول أنتشلك وأقولك تعال هو ده الطريق، أنت ماشي غلط عكس الاتجاه، لكن أنت تقول أنت مش عارف أنت بتكلم مين، أنا أمشي في الاتجاه الغلط، إيه المشكلة؟ هو ده اللي أنت بتعمله بالظبط. خليك، نهايتك حادثة. سلام.